السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الثلاثاء 6 إبريل 2021، سوق الدراسات للدواجن والطيور. ما نشاهده هو البط المسكوف، هذا هو سوق الدواجن بمنطقة الدراسات بالمنصورة. والبط المسكوفي هو تهجين، يبقى ما نشاهده يبقى كما نعلم المسكوفي وتهجين بين البط البلدي والبط الأجنبي، وفي نفس الدواجن البلدي مع الأجنبي يدينا دقة 4. إذن هي عملية تهجين وتعطي أجيال أقوى وأحسن وتعطي لحم أكثر. الرومي الأبيض مهجن أو فرنساوي؟ ده رومي فرنساوي سيادتك. وأنت واللي هناك يا الله، اصل انا كنت واحد قال لي ان ده نعام، نعام معروف. لا هو رومي ابيض فرنساوي. ده رومي ابيض فرنساوي. يعني ده سيادتك اسمه رومي فرنساوي. رومي ابيض فرنساوي. بيجي بيض من الخارج بيجي كتكوت. بيجي كتكوت من فرنسا. بس في عاد منه هنا شغل في مصر، هنا في مزرعة في اسكندرية فتحت فيه. يعني في مزارع اللي هو الروم الفرنساوي في اسكندرية. بدأ يتفرغ فيه. بيعمل تفريخ. احنا المصريين ده احنا اللي ده احنا اول حاجة بدأنا الحضارة اصلا. ودي اللي بيطلع منه البغال برضه. شغل هنا في مصر برضه بيطلعوا منه البغال. دي كرة البودجة مع البط الباكين الفرنساوي بيطلع منه البغال. ايوه يا فندم. يعني هو ده مسكوف. المسكوفي مع بلدي مع الفرنساوي، يطلع من مع البط الباكين الفرنساوي يطلع منه البغال. تمام. شغل حقن مجهري. الله اكبر، الدواجن دخل فيها الحقن المجهري. الله يرزقك، الله يبارك لك. دلوقتي يا فندم المسكوفي بلدي مع ايه؟ المسكوفي مع الفرنساوي الباكيني. باكيني طلع بغال، حقن، شغل حقن. الفرنساوي مع البكيني يديني بغال وحقن مجهري. سحب. يعني عمليات سحب ويلقح في البكيني. سحب من الذكر ويلقح في البكيني. تمام. ده قديم الموضوع ده، يعني مش جديد. لا ما هو ماشي. بس انا بتكلم على كلمه حقن مجهري، دي عمليات جوه المعامل. مش جوه المعامل. البط بيسحب من الذكر، شغل سحب، بيسحب المني بتاع. يعني الطبيب ممكن يعمل مباشر. بيسحب المني من الذكر مع شويه تركيبات معاه هو بقى علاجاته. ويحقنه في البطه البكيمه. تمام. يدينا البغال. يحقنه كده على الحي، مش شغل عمليات ولا حاجه، يحقنه. شغل حقن. يدينا البغال على طول. يديك البغال. فرخ البط البغال. احنا كنا بنستورد البغال من بره، ما عادش في استيراد بغال. تمام. كله عاد شغل مصر محلي. واحنا ما انا بقول لحضرتك المصريين قليلين وعندنا مراكز بحوث والرومي دي برضك شغل مصري، بس واخدين تصريح من فرنسا بقى. الرومي ده تفريخه في مصر. يبقى الرومي دجاجنا واسمنا. لا انا بستاذن سيادتك، بس الكلام ده انا اعرفه. يعني هو بياخد البغال ما كانش في مصر. احنا خدناه برضك من فرنسا وعملناه في مصر، فردخناه في مصر. والرومي ده برضك مش في مصر. يعني هو بينزل لك الرومي دي اصلا، الروم اللي هو ما يسموه. انت بتقصد بترخيص، ما انا فاهم. الروم الابيض دي متطعم بنعام، واسمه روم ابيض فرنساوي متطعم بنعام. يعني هو رومي هم طعموه بنعام وخلوا ده حق امتلاك. امتلاك لهم. اختلاط. يعني اقصد عملوا ملكيه. ايوه. ويقول لك عايزه خد ترخيص. زي ما احنا بوظنا البغال. هم كانت بتجي لك البغاله من بره 5 كيلو. لزنها 5 كيلو، عمرها ما في مصر بتوصل 4 كيلو ونص، اعلى حاجه 4 كيلو. تمام. ده البغال النضيف. لكن البغال شغل فرنسا. واحنا قلنا الرومي اللي هو من الطعم بنعام برضه شغل فرنسا. دينا المزرعه بس الوحيده اللي في مصر اللي واخده تصريح بالكلام، اللي هي تعمل التفريخ في مصر. في اسكندريه انت قلت.
ان هو الرومي بتاعنا ومتعاملينه ابن عام وعمل بقى ان هو ايه حق ملكيه فكريه له اما ناخده ندفع له. امال ايه اصل اللعبه دي بيلعبوها في التقاوي، ياخد التقاوي بتاعتنا. هو انت التقاوي مش بتاعتك ولا المسكوفه كانت التقاوي بتاعتك؟ كلها شغل بره. انت البط البلد العادي بتاع زمان، بتاع زمان. أيوة. الفلاحين بتاع زمان. ايوه يا فندم. الذكر ما يعديش 3 كيلو وربع. تمام. انما ده مسكوف، كل ده مسكوف. طب بس ناكد المعلومه ثاني للمشاهد، يعني المسكوفي والبغال والنعام عفوا الروم الطعم بنعام ده كله شغل فرنسا. فرنسا. شكرا يا فندم. شكرا، ربنا يعزك. طبعا ده الروم البلد. ده الروم البلد بتاعنا. دجاج رومي مطعم بنعام انتاج معامل البحوث الفرنسيه، ويقال ان مصر لينا مزرعه في اسكندريه تقوم بهذا العمل. مرة أخرى، هذا هو دجاج الرومي مطعم بن عام وحق ملكية فكرية للفرنسيين، الحمد لله أصبحنا نقوم بإنتاجه. وهذا هو البط المسكوف. الدجاج البلدي، البلد المصري الأصلي. هذه الديوك المصرية الأصيلة، وهذه الدجاجة ديك. كل البلد بكام يا 40. جميل 40 جنيه. يبقى ما زلنا نتابع من سوق الدواجن بدراسات. كذلك هذا هو البط المسكوفي. ده كله مسكوفي يا مدام برضو. بغل اهو، بغل بقول لك عليه، اللي هو سيادتك نهو، اللي هو التفريخ اللي بين الباكينمو والمسكوفي. يعني ده سيادتك البغال. انت قلت كان بيوصل 5 كيلو البغال، هو عشان بتاع بلاد عشان تصنع في مصر بقى 3 كيلو. ايوه والله فعلا، هم اولاد عمليه. وهنا الرومي المطعم بن عام كنا بنعمل الشمسيه بتاعتنا رايقه، وانتاج فرنسي. قلت سيادتك الشمسيه عن انواع الدواجن ومن سوق دواجن الدراسات بالمنصورة. هذا ما لدينا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة. شكرا.